شاعر بصراحة، ما عنديش فكرة عن الموضوع. والله أنا أول مرة أعرف عن الموضوع ده، يعني ما كنتش أعرف عنه حاجة قبل كده ولا أي حاجة بصراحة. والله أنا ماليش في سلامة المرور، أصل يعني أنا في طالب في الكلية، فماليش دعوة بقى بالمرور، أنا بروح البيت وأروح الكلية وشكرا على كده يعني. ربنا يستر، بس مفيش حاجة تانية. I just know that a lot of people follow. يا هرت انسى، مش واخد بالي بس معلش. سلامة الطريق ان الواحد يكون ملتزم بالتعليمات وبالاشارات، وما فيش حد يعني يسبق التاني، ويكون في اخلاق عند الناس، دي اهم حاجه بقى. ان لازم طبعا يكون الطريق مؤهل الناس تمشي عليه، وفي تعليمات معينه عشان الناس خلف التعليمات دي ممكن يحصل لها حاجه مكروهه. ما بتتابعهاش في مصر بس بره اكيد، يعني الناس كلها بتتابع الرولز بره يعني. بمشي بسمع حد يبقى كبير جنبي، او بمشي جروبس، انما مش بحاول امشي لوحدي على قد ما اقدر. بيبقى سامح لي ان انا التزم بلتزم، مش سامح لي ما بلتزمش. معنى مثلا لو متاخر وقدام ان انا ما بلتزمش بس. First of all, before I turn on the engine, I have to put on my seatbelt at first, and then check whether there are any errors in the car or something before even moving a single inch. طبعا بتبع كل الإشارات اللي في الشارع. أنا بستعمل الإشارات بتاعت العربية في أوقات اللازمة. بسمع كلام أمي عشان هي بتوجهني. يعني أنا عن نفسي مش عايز عسكري يقف بتاع، إشارة خضراء أعدي، إشارة حمراء أحترم، مش لازم عسكري أو أمين أو ضابط يمشينا. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much.